صحيح يرى. وزارة الدفاع الروسية أكدت بشكل رسمي بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مدينة سول الواقعة بالقرب من مدينة سوليدار التي سبق للقوات الروسية وأن حررتها. الجيش الروسي قال أن ما وصفه بالقوات أو القوات المتطوعين تحت تغطية من سلاح الجو الروسي والمدفعية تمكنت من تحرير مدينة سول وتدمير عدد من المخازن التي كانت تستعملها القوات الأوكرانية لحفظ الأسلحة التي تحصلت عليها أوكرانيا من القوى الغربية. بيان وزارة الدفاع أشار بأن الجيش الروسي دمر حوالي 3 مستودعات للسلاح والذخيرة تابعة للجيش الأوكراني في مدينة سول ذات الأهمية الاستراتيجية كونها بها الكثير من محطات سكك الحديد التي كانت تستعملها القوات الأوكرانية لنقل الأسلحة والمعدات لمدينة سوليدار وأيضا لدعم القوات الأوكرانية المتواجدة في مدينة باخموت. البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية أكدت من خلالها بأن الجيش الروسي قام بالقضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني في محاور متفرقة من بينها محور كراسني ليمان ومحور كوبيانسك وجمهورية لوغانسك وجنوب دانيتسك بعد قصف مكثف للقوات الروسية المسلحة بدعم من سلاح الجو الروسي وكذلك تدمير عدد من مخازن الوقود وسلاح للقوات الأوكرانية في المحاور الأربعة التي كشفت عنها وزارة الدفاع الروسي. أشارت أيضا إلى أن سلاح الجو الروسي تمكن من تدمير مقاتلة أوكرانية من طراز سو 25 بالقرب من جنوب دانيتسك. هذه البيانات يارا تحاول من خلالها وزارة الدفاع الروسية تأكيد على استمرار العملية العسكرية الروسية وقيام الجيش الروسي بإعادة أو تحرير المدن المتاخمة لمدينة باخموت وسوليدار وكذلك المضي قدما في مسار تحرير إقليم دنباس. هذه البيانات دعمها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات سياسية أراد من خلالها تأكيد على مواصلة روسيا نهجها المتمثل في تحقيق كل الأهداف التي تحدث عنها بوتين من خلال هذه العملية العسكرية. بوتين قال اليوم بأن النصر هو أمر حتمي بالنسبة لروسيا نظرا لتمتع روسيا بقوة عسكرية هائلة واستمرار الصناعة العسكرية وكذلك تكاثف الجهود لدى المدنيين التي تربطهم علاقات كبيرة بحسب التصريحات التي أدلى بها بوتين مشددا أيضا بأن الجيش الروسي يواصل محاربة ما وصفه بالنازيين الجدد على الرغم من الدعم الغربي للجيش الأوكراني بالأسلحة الحديثة.